أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بذلت جهودا كبيرة في نشر ثقافة السلام وتكريس أسس التعايش عبر تبني ودعم جميع المبادرات الدولية التي تكرس الحوارات بين الأديان. وخلال كلمة معاليه في الحلقة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان السلام والشمول تعزيز السلام الإقليمي والعالمي من خلال الحوار بين الأديان ضمن أعمال المؤتمر البرلماني لحوار الأديان التعاون من أجل مستقبل مشترك والمنعقد في مدينة مراكش المغربية بين معاليه أن تعزيز السلام الإقليمي والعالمي من خلال الحوار بين الأديان موضوع في غاية الأهمية والحساسية مشيرا إلى أن المملكة استضافت ملتقى البحرين للحوار من أجل التعايش تحت الرعاية الملكية السامية تزامنا مع الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين كما تطرق معاليه إلى مبادرات مملكة البحرين الهادفة إلى تحقيق التضامن الإنساني دعما للسلام ومشددا على أن الجميع أمام مسؤولية تاريخية من أجل تعزيز السلام الإقليمي والعالمي من خلال الحوار بين الأديان لترسيخ قيم التعايش السلمي في إشارة إلى دور البرلمانيين المهم في ترسيخ وحماية هذه المفاهيم. لقد استضافت بلادي مملكة البحرين في شهر مارس الماضي وبرعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها 146 والاجتماعات المصاحبة. ولقد وجه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه رسالة رفيعة عبر كلمته السامية دعا فيها إلى العمل المشترك من أجل ترسيخ العدالة وسيادة القانون وفق تشريعات عصرية تتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية بالإضافة إلى تعزيز التعاون التشريعي والتقني في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض أو التعصب والتطرف والإرهاب والعمل الجماعي على نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر وتعزيز عرى التآخي والصداقة بين الأمم وإدماج هذه القيم وتعميمها في المناهج التعليمية والأنشطة المتعددة استرشاداً بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعوة الأديان كافة إلى التسامح والمحبة. الحضور الكرام، إن مملكة البحرين تعتز وتفتخر بإرثها الحضاري الإنساني وتنوعها الثقافي والديني وتعزيز التعايش والتسامح وفق ممارسات عصرية رائدة تمثلت في إعلان مملكة البحرين مبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والعديد من المشاريع والمبادرات في كافة المسارات.